مدينة الأبحاث العلمية في مدينة برج العرب هي واحدة من المدن البحثية المهمة جدا في مصر. المدينة دي بتركز على إنتاج أحدث التكنولوجيات العالمية عشان يتم استخدامها في مجال الصناعة والزراعة وكمان التكنولوجيا. خلينا نشوف تقرير عن أهم الابتكارات والأبحاث اللي قدمتها مدينة الأبحاث العلمية. مدينة الأبحاث العلمية في مدينة برج العرب واحدة من المدن البحثية المهمة جداً في مصر. المدينة وظيفتها قايمة على إنتاج أحدث التكنولوجيات العلمية علشان يتم استخدامها في مجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وبترتبط فوراً بالخطط التنموية اللي محتاجاها الدولة. في مدينة الأبحاث العلمية موجود هناك مجموعة كبيرة من المعاهد التكنولوجية الحديثة. المعاهد دي بتشتغل بمجهود كبير جداً علشان تواكب التطور التكنولوجي والتقني اللي الدولة المصرية محتاجاه علشان تنفذ استراتيجية التنمية المستدامة للبلد. ويمكن في 2023 المدينة أنتجت مجموعة من المشروعات بالإضافة لحصولها على براءات اختراعات في مجالات متنوعة. أهم المشروعات دي كان في مجال التنمية الزراعية تحت عنوان نظم الزراعة المبتكرة والمرنة في بيئات حوض البحر الأبيض المتوسط. تنفيذ المشروع ده جه في إطار سعي مدينة الأبحاث للوصول للتنمية الزراعية المستدامة علشان مصر تحقق الأمن الغذائي وتحسن من قدرتها على تحمل تغير المناخ. حتى إن الفريق البحثي اللي اشتغل على المشروع بيأكد إن المشروع ده هيزود خصوبة التربة الزراعية في مصر وهيكون له نتيجة واعدة جداً على المناخ الزراعي المصري. كمان مدينة الأبحاث العلمية استحوذت على نصيب كبير من الجوائز في مسابقات كتير، خصوصاً في 2023. المدينة حصلت على المركز الثالث في مؤشرات براءات الاختراع على مستوى المعاهد والهيئات والمراكز البحثية كأفضل مركز وهيئة بحثية في مصر من حيث عدد براءات الاختراع. وفازت كمان المدينة في مسابقة موسياك لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع قطاع الصناعة.